اغلب قاده الاطار التنسيقي هم قاده مهندسون. الاطار الشيعي امتداد حقيقي لفلسفه سياسيه وايقونه للحراك الشعبي لديمومه الاصلاح السياسي. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا الرمضاني لهذا اليوم، والذي سنتناول فيه مواضيع مختلفة ذات طابع اجتماعي تارة وتارة أخرى ذات طابع سياسي. واليوم نتحدث مشاهدينا في هذه الحلقة عن الدور الكبير الذي حققه الإطار الشيعي بلملمة البيت الشيعي وعدم الانجراف وراء المخططات التي تهدف إلى التفرقة، بعد أن أثبتت قوى الإطار أنها قادرة على مسك زمام الأمور ليكون لها تحركات واسعة نحو تغيير حقيقي سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الخدمي والاقتصادي. إذا مشاهدينا، في حلقتنا لهذا اليوم نناقش هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. من قبل الانتخابات المبكرة بشهر بدأت عبارة تتكرر بالإعلام بشكل مكثف، وهي الإطار التنسيقي، وتبين أن الإطار التنسيقي هو تجمع كافة القيادات الشيعية، وهم عبارة عن التيار الصدري، دولة القانون، الفتح بمكونات الأربعة، وهم بدر والمجلس الأعلى والعصائب وسند، والنهج الوطني، حركة عطاء، والحكمة والنصر. وبعد انسحاب السيد الصدر من العملية السياسية، انسحب التيار الصدري من الإطار التنسيقي وأصبح هو طرف والإطار بطرف. والهدف من الإطار قبل وبعد الانتخابات بوجود أو عدم وجود أحد الأطراف فهو واضح جدا. الهدف هو التنسيق حول القضايا المهمة وتوحيد موقف قيادات المكون الواحد الشيعية، حالهم حال الكرد والسنة اللي يجتمعون بعواصم مختلفة من أجل توحيد الروع. فالمهم بالموضوع مو العنوان بقدر الهدف، يعني المفروض أن يتوحدون الشيعة مرة تحت عنوان الائتلاف أو التحالف الوطني، ومرة باسم الإطار التنسيقي، ومرة بعنوان آخر، وهذا هو حق مشروع وضرورة ملحة ومستمرة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. وقبل الحديث مع ضيوفنا الكرام نطرح عليكم سؤال الاستبيان، وهو: هل تعتقد أن الإطار الشيعي سيكون قادر على إخراج الشعب من مأزق العملية السياسية والذهاب نحو تلبية طموح المواطن؟ نطلع على نتائج الاستبيان طبعا بختام هذه الحلقة من الحصاد. وبداية نرحب بضيوفنا الكرام، النائب عن تحالف الفتح السيد أحمد الموسوي، أهلا بك سيادة النائب، وكذلك ترحيب بعضو ائتلاف دولة القانون السيد عادل المانع، اهلا بك سيد عادل ضيفا كريما، والترحيب بالباحث في الشان السياسي ايضا دكتور مناف الموسوي، اهلا بك دكتور، والترحيب بالتاكيد بالنائب السابق سياده النائب نديم الجابري، اهلا بك دكتور نديم. ابدا معك سيد احمد، في وقتها ما كان الداعي او الظروف التي ادت الى تاسيس الاطار التنسيقي الشيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البداية تحية طيبة للضيوف الأكارم الأعزاء، ولجنابك وللكادر ولمشاهدي قناتكم الكريمة، ورمضان كريم إن شاء الله على الجميع. طبعا وسط الظروف المحيطة بالعملية السياسية والمواقف من قبل الأحزاب السياسية بكل مكوناتها، الكل يحاول الخروج من هذه القوقعة الموجودة، يعني مثلا عندما نتحدث بالمكونات، المكون الشيعي، المكون السني، المكون الكردي، وباقي مكونات الشعب العراقي المحترمة، الجميع يطمح إلى الخروج عن هذه المسميات والذهاب إلى الفضاء الوطني وإنشاء عملية سياسية بركائز حقيقية قوية تستطيع العبور بمشاكل البلد إلى وضع أكثر استقرارا، أكثر هدوءا. لكن أغلب الأطراف الموجودة، أغلب المكونات اليوم تصر على الدفاع عن استحقاقها والدفاع عن وجودها وعن تمثيلها في العملية السياسية، ويغلبون لغة القومية مرة المذهبية. بالتالي الإطار التنسيقي أو القوى الشيعية الموجودة اليوم وجدت نفسها هي أكثر جهة
ممكن أنها قدمت تنازلات للأطراف الأخرى من خلال تشكيل العملية السياسية 2003 إلى اليوم. نشاهد أنه من يضحي ومن يقدم شهداء ومن يدافع عن البلد هو هذا المكون الأكبر الذي رعى العملية السياسية في بداية تغيير النظام، وبالتالي وجد يعني بعد 19 سنة وجدت القوة الشيعية أنها أكثر القوى الخاسرة إذا كانت على المستوى الشعبي أو على المستوى في تقديم الخدمة. كيف هي المستوى كل هذه المستويات هي خاسرة وهي تمسك زمام الحكومة؟ نعم رئاسة الحكومة. الموضوع أستاذ يعني صار بالخصوص أنا أتحدث عن المناطق الجنوبية الوسط والجنوب. نعم. يعني اليوم أصبحت هذه المناطق للأسف هي المناطق التي تدافع عن وحدة البلد وهي التي تقدم الشهداء. في عام 2014 في أثناء حرب داعش من حرر المناطق هم أبناء الوسط والجنوب، وشاركوا كل المحافظات في التضحيات، ولكن هم في مقدمة الذين قدموا دماء من أجل تحرير الأرض العراقية. بالتالي عندما نأتي وندرس الواقع الخدمي في هذه المحافظات نجد أن هنالك تقصير واضح وهنالك إهمال واضح لهذه المناطق. هذا دليل على أنه أغلب القوى السياسية انشغلت في الحفاظ على وحدة البلد وعلى العملية السياسية في البلد، وأهملت جانب مهم جدا وهو الجانب الاجتماعي وقضية الخدمة. طيب، لكن هذا يدل أيضا من وجهة نظر أخرى بأن هذه القوى السياسية اللي يمكن تأسس على أنقاضها التحالف الوطني تأسس على أنقاض الإطار التنسيقي الشيعي. نعم. من وجهة نظر أخرى أنها قد أهملت محافظات جمهورها. هو هذا الموضوع اللي أقوله. بالتالي اليوم في هذه الدورة الانتخابية عندما رأينا أنه انطباع الجمهور موجود في هذه المحافظات وهنالك غضب وهنالك عدم رضا على هذه القوى السياسية، بالتالي اليوم يراد من هذه القوى أيضا أن تفرط في هذا الحق وأن تقدم تنازلات أكثر وأن يبقى الوضع على ما هو عليه في هذه المناطق. لذلك الإصرار اليوم عند الإطار التنسيقي أنه لا مجاملة في هذا الأمر، لابد من الالتفات بصورة حقيقية على هذه المناطق وعلى هذه المحافظات وتغيير الأداء السياسي الموجود من خلال الحفاظ على مكتسبات المكون. طيب. وتغيير السياسة والتعامل مع الأحزاب الأخرى. طيب، في هذه الحالة يعني جمهوركم قدم تضحيات، قدم دماء زكية لتحرير الأرض وغيرها، لكن الإطار التنسيقي أو هذه القوى الشيعية اللي تجمعت في هذا الاتحاد أو التكتل عندها الاستعداد أنه تقدم تنازلات سياسية؟ يعني التنازلات على حساب استحقاق المكون الأكبر وعلى حساب هذه المحافظات أنا أشوفه هو يعني استمرار للأسف التنازلات السابقة. لا. وهذا ما لا يرتضيه الجمهور في هذه المحافظات. لذلك لابد أن نضع حد لهذه التنازلات. هذا الانبطاح السياسي الكبير الذي شاهدناه من قبل أغلب الأحزاب السياسية الموجودة، ويراد اليوم أيضا أن يكون هنالك مجاملة وتقديم تنازلات من أجل للأسف مصالح شخصية، وهذا لا يمكن أن يقبل به الجمهور في هذه المحافظات. فاليوم من حق هذا المكون أن يكون هو الكتلة الأكبر وأن يكون هو الذي يدافع عن هذه الحقوق وعن مكتسبات العملية السياسية التي تخص المكون الأكبر الذي قدم ولا زال يقدم من تضحيات في هذه العملية السياسية وفي البلد. أهلا بك مرة أخرى سيد عادل. الإطار التنسيقي الشيعي قام يمكن على أنقاض التحالف الوطني، لكن راح يقدر يكون بذات القوة أو أكثر قوة من التحالف الوطني حتى يلبي متطلبات الجمهور، الجمهور الشيعي على الأخص؟ أبدا. تحياتي لك أستاذ بشار ولضيوفك الكرام سيد مناف الموسوي، الدكتور الجابري، أستاذ أحمد الموسوي، ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا. هو قضية أنه الإطار التنسيقي قام على يعني أعتاب أو أعقاب الاتحاد السابق، الاتحاد الشيعي، الائتلاف الشيعي. أنا أعتقد القضية لا تكمن في هذه النقطة بقدر ما أنه التحالف الوطني السابق هو تحالف سياسي صاحب قرار موحد، وبالتالي التصويت فيه بالأغلبية ويتخذ القرار بالأغلبية. اليوم الإطار التنسيقي هو مو بشكل التحالف الوطني السابق، هي مجموعات قوى
شيعية دخلت تحت هذا العنوان تنسيقي لتنسيق المواقف الشيعية بين الكتل الشيعية، وإن كانت هناك اختلافات في وجهات النظر، ولكن هو قدر الإمكان أن تنسق موقفا ليكون موقفا موحدا. وقد تكون هي بداية لنواة تحالف شيعي يقود المرحلة القادمة أو المراحل اللاحقة. ولكن الأصل بتقديري هو جاء نتيجة قراءة للواقع وقراءة لما يجري من وجرى من أحداث. يعني إحنا لن نروح إلى أن نركز على النتائج وما وصلنا إليه اليوم بدون مراجعة والعودة إلى الأسباب. يعني أنا أتذكر في لقاء متلفز دكتور نجيب الجابري، يعني كانت شهادة للتاريخ ومحق في نقلها. إذا تتذكر دكتور في أحد اللقاءات طرحت نقطة جدا حساسة، اللي هي اللقاء اللي دار في جبهة التوافق، أيام جبهة التوافق، وتكليف الفخري القيسي أن يكون ممثلا عن الجبهة مع طرفين، مع المفوضية من جهة ومع الأمريكان من جهة أخرى. اقترحوا عليه قبل الدخول للانتخابات، هذا الحكي تمهيدي، اقترحوا عليه الأمريكان، قالوا أنتم يا المجمع السني العراقي أو المكون السني العراقي لكم 26 مقعد. نقل الرجل الرسالة على أنه هو موفد ممثل لهذا المكون، نقل رسالة في وقتها دكتور كان نائب رئيس جمهورية دكتور طارق الهاشم. طارق الهاشم اعترض هنا، قال له لا، احنا مو استحقاقنا هذا، احنا يجب ان نكون يعني نعادل العملية، الكفتين يجب ان توزن بميزان صحيح، احنا يعني ما يزيد على 40. تم التوافق، قال لهم يا بن لكم 44. دخلوا الانتخابات جابوا 44. بمعنى اخر اريد اقول انه هذه القراءة اللي قراها الاطار التنسيقي لمجموعة احزابه بما في التيار الصدري اللي كان هو جزء من الاطار التنسيقي قبل ان يعلن السيد الصدر انسحابه من عملية الانتخابات، ومن ثم عندما عاد لم يلتحق بالاطار. طيب وصلت لمرحلة الانشقاق اللي صار بالبيت الشيعي او بالاطار التنسيقي الشيعي، فعلا سبب هذا الانقسام والانشقاق كان بسبب خلافات شخصية أو العداء ما بين السيد الصدر والسيد المالكي؟ لا، ما في عداء. شوف لما توصف القضية بالعداء أنا أعتقد هي إجحاف يعني بحق الطرفين، ما في عداء، ولكن في وجهات نظر متباينة. يعني السيد الصدر إذا كان يكن العداء حاشا إلى 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 المالكي أو إلى دولة القانون، خا ما يتصل به بشكل مباشر، الاتصال الأخير بشكل مباشر. لكن إذا لم يكن هناك عداء فعلاً، شنو سبب تمسك الطرفين بمواقفهم السياسية؟ هذه وجهات نظر. يعني شوف، يعني كما يقال في كثير من المواقف، ومنها حتى الخلاف القائم، الجدل القائم منذ يعني وفاة الرسول الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ولغاية يومنا هذا فريق يعتقد بمعتقد وفريق آخر يعتقد، وهي مدارس، ويقول لك ما الفرق بين القرآن والسنة. جاء الجواب من المتخصصين هنا، الجواب يحتاج لتمعن. يقول القرآن، الفرق بينه وبين السنة على أنه صدر من مصدر لا يمكن تكذيبه، أنه هذا كلام الله ولكن هو قابل إلى التأويل، بينما السنة غير قابلة للتأويل لوضوح بيانها، ولكن هو من يقول أنه هذا قال الرسول. هذه نقطة بهذا المعنى صارت عند بين الإطاري والتيار. التيار يعني يعتقد برؤية سياسية معينة، مجموعة الإطار التنسيقي تخالفه. يعني حتى النظريات السياسية لما تقرب بالعلوم السياسية بالنظرية السياسية، اللي الأخوان جماعة بالإطار يقول لك إحنا ليش ما تطلونا تجربة، أنتم لزمتوا، وكأنهم خارج اللعبة. ولنفترض جدلا أنهم خارج اللعبة السياسية، لكن هل البلد بأزماتها المختلفة السياسية والاجتماعية وغيرها هي قابلة للتجربة لأكثر مرة؟ أحسنت، هي هاي النقطة المهمة.
فبمنظومة النظرية السياسية بالعلوم السياسية يقول لك هذا النظام التجريبي أضعف النظم، ما ممكن التماشي معه، لأنه إحنا ماضين إلى قضية نظرية ممكن أن تحقق أو تأتي أكلها من خلال العمل من خلال التطبيق، وممكن أن لا. فالنظام التجريبي نظام مو صحيح. بعد اللي جرى بالعراق يفترض أنه أن نذهب إلى حلول ترقى إلى أن تطبق على أرض الواقع، مو ندعي إحنا قضية حكومة أغلبية وطنية. يا حكومة أغلبية وطنية ما يخالف ماشي، أما عندي مشكلة حكومة أغلبية وطنية بس أنت أسس لي الأساس. يعني شوف أساني هذا الدستور أمامي وكلكم جنابكم، إحنا هنا نائبين الكريمين حاضرين. مادة 76 من الدستور شو تقول؟ نصاً يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً المن إلى رئاسة الوزراء. طيب إذا إحنا العرف السياسي اللي هو أصبح وكأنه تعاطي أعلى مقاماً من الدستور، اللي إنه رئاسة الجمهورية شنو؟ كردية، ورئاسة مجلس النواب سنية، ورئاسة الوزراء شيعية، وهذا لم يتطرق إليه الدستور نهائيا. إذا السنة أخذوا نصيبهم من العرف السياسي لا. والكرد يطالبون بنصيبهم من العرف السياسي، ليش أجي أنا أعوم هاي المادة 76 اللي أنا حقي بها أن أخذ نصيبي سياسيا بالبيت الشيعي وأقول أغلبية وطنية وتدار الحكومة بأغلبية وطنية؟ لا، خليني أجلس مع الشركاء. ما هو أيضا الشركاء بالمتمثل مثلا بالتيار الصدري هي يعني كتلة أو تيار شيعي، بالتالي إذا عادت لهم رئاسة الوزراء فهي راح تبقى عند الشيعة. لكن بالنسبة لا للتيار الصدري لا تنكر شيعية التيار، ولكن لا. التيار بعدد لا تنكر شيعية التيار إطلاقا إطلاقا إطلاقا، ولكن لا يمثل التيار المكون الشيعي دون الالتفات إلى بقية الكتل السياسية الممثلة للشيعة. تعتقد دكتور مناف أنه التيار لا يمثل الشيعة وأن حصل على رئاسة الحكومة بمشروع الأغلبية الوطنية كما تسمى، راح تروح الحكومة من الشيعة؟ سيد العزيز في البيت نحن يحييك وأحيي ضيفك الكرام وجميع متابعي ومشاهدي قناة الأيام. يعني هو في مشكلة حقيقة، احنا الآن نتحدث بالتأكيد كل منا من وجهة نظره. نعم. يعني السيد النائب مثلا تحدث قال يعني احنا شو نقول لجمهورنا، وتحدث عن منطقة مهمة وأنا أتفق معه بها كثيرا، أن الإشكالية هي في مناطق الوسط والجنوب، باعتبار حسب تفسير السيد النائب أن التراجع والفشل في العمل الخدماتي في مناطق الوسط والجنوب كان بسبب محاباة أو بسبب يعني محاولة الشيعة يعني الضغط على نفسها مقابل إرضاء بقية الكتل السياسية ترضيتها. ما نختلف معه في هذه النظرة، يعني بالنتيجة في مناطق الوسط والجنوب لا توجد منافسة طائفية، توجد منافسة حزبية شيعية، يعني في الناصرية، في البصرة، في العمارة، في الكوت، في الحلة، في كربلاء، في النجف، ما في تنافس، يعني ما في شركاء من مذاهب أخرى، في تنافس حزبي، أكو صراع ما بين الدعوة والمجلس والدعوة والتيار وإلى آخره. حينما يكون المحافظ من جهة معينة بقية الأحزاب تتصارع وياه، ما تحاول أن تنجح. دكتور مناف، هذا الصراع الشيعي وصل إلى ذروته بحيث هناك اليوم تراجع بالخدمات بسبب هذا الانقسام، بل هناك انقسام بين القوى الشيعية، انقسام بالبيت الشيعي، وبعض قوى الإطار ترى أنه سيكون هناك ضياع لحقوق الشيعة بسبب هذا الانقسام وتمسك بعض الأطراف على صفحة. نعم. ونتحدث بامتيازات الأحزاب الشيعية نتفق وياك. أنا أسأل السيد النائب اليوم يتحدث عن الجمهور، تظاهرات تشرين ذولا هنود مشيعة سنة؟ هذا أقوله، ها؟ هذا أقوله، ذولا اللي تقول عليهم طلعوا لأنكم قسام شيعي ما محفوظ المذهب، لو لأن المذهب ما عرف يطيهم حقوقهم. لا، الموضوع مو هيك،
اطلاقا تفسيرك مو صحيح يعني. شلون؟ بس صارت مناقشة. انا اقول لك ما قاطعتك ها؟ لا تفضل. واسمح لك بالمقاطعة. لا ما وجهت لك. هذا بعيدا خالص. تفضل دكتور مناف. لا انت سألت سيد النائب. لا استمعت الحديثة. وكان اقدر اقاطع في هذا اليوم نقول ان الجمهور الشيعي خرج نتيجة لسوء الخدمات. خرج نتيجة لل مو فقط الجمهور الشيعي هناك سنة خرجوا بالتظاهرات وأكراد وغيرهم. وين؟ في بغداد كانوا كلهم شيعة بالتحرير. يعني هسه احنا نقش مرة روحنا سيدنا، هسه المظاهرات فقط في بغداد؟ أغلب المحافظات طلعت بها تظاهرات. لكن جمهور التحرير جمهور تشرين. منو المحافظات اللي طلعت فيها التظاهرات؟ الجنوبية أغلبها. ها؟ أغلبها محافظات جنوبية. خلاص إذا الجمهور اللي خرج هو جمهور شيعي، خرج نتيجة للسياسات الخاطئة. اليوم احنا عندنا من 2003 لليوم في تجمع، في كتلة أكبر، وفي يعني الكتلة الأكبر هي من تمسك رئاسة الحكومة. نعم في شركاء، والشركاء يتحملون جزء من الأخطاء، لكن أنا أقول الأخطاء ترى هي مو فقط في رئاسة الوزراء، الأخطاء في مجالس المحافظات، في المحافظات أنفسها، لأن بالنتيجة ما قدموا النموذج الصحيح. وأضرب طيب. لك أمثلة على هذا حتى ما تقول يعني مثلا احنا حتى نكون صريحين، مو ماكو شغل، لكن لا توجد هنالك اهتمام بالاولويات. البصره ماذا تحتاج اولا حتى اقدر اتماشى وياها؟ تحتاج المي الصالح لو تحتاج ملعب كره القدم، طبعا هي تحتاج الاثنين، بس الاولويه لمن نفترض اللي تكون؟ تحتاج المستشفى والمدرسه لو تحتاج ان نبني جسور. هذا سوء الاداره في التعامل مع وجود فساد واضح والجميع يعترف بهذا الفساد، وهذا الفساد كان ادى الى الوصول الى هذا الوضع اللي دعب ابنائنا واخواننا واولادنا ان يخرجون رافضين هذا المشروع. لذلك لابد ان تكون هنالك حاله تغييريه. هسه الاستاذ اتفق طيب. مع النظام الانظمه السياسيه نعم. مدحه بالنظم التجريبيه، لكن بالنتيجه اليوم نحن في ازمه ثقه، وهذه الأزمة ما بين جمهور شيعي وما بين كتل سياسية شيعية تحتاج إلى أن تقدم معالجات. هذه المعالجات لا تتوافق بشكل واضح وصريح مع مسألة الاتفاقية ومع الإصرار على أبقاء الكتلة الأكبر هي كتلة شيعية. اليوم الجمهور بصورة عامة توجه نحو الخيار الوطني أو البوصلة الوطنية، وهذا يحتاج أن يكون هنالك تحرر وتنازل من قبل الجميع، جميع القوى بالاتجاه نحو القوى الوطنية أو الأهداف الوطنية أو المصلحة الوطنية للمواطن. لذلك أنا أقول اليوم أن هذا الخيار يمكن أن يحال بشكل واضح من قبل المرجعية، حتى لا يتحدث التيار بوصفه ممثل للمذهب الشيعي، ولا يتحدث الإطار بوصفه ممثل المرجعية. ونصائح المرجعية قد تكون هي الحل للأزمة السياسية والانسداد السياسي. طيب سوء الخدمات اللي صار، كل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بالبلد، من المسؤول عليها؟ يعني أنت ذكرت مو فقط الحكومة، نحصرها بين الأحزاب الشيعية اللي كانت هي متولية زمام الأمور خصوصا بالمحافظات والمناطق الشيعية، فقط هذه القوة التي حاليا هي في التيار التنسيقي أو الإطار التنسيقي الشيعي اللي قبل كانت بالتحالف الوطني، أم التيار الصدري تنصل نوعا ما عن هذه المسؤولية بمناداته بمشروع مختلف هو الأغلبية الوطنية، يعتبر تنصل عن مسؤوليته بمشاركة بقية القوى الشيعية بإدارة الدولة؟ أنا ما أريد أقول قراءة، لأن أنت مو من حقك تقدم قراءة. أنا أقدم قراءة. لا أنت باحث في الشأن السياسي، تطلق قراءة وتطلق تحليلك. أنا قراءة، أنت ما تقدم قراءة، أنت تطرح علينا أسئلة، صحيح لو لا؟ هذه قراءة، أنه هل تنصل التيار أو ما تنصل، هذه قراءة، وأتخرجك عن المهنية. لكن أقول يعني خلينا نقول أن الذكاء السياسي اليوم، بس أنا مشترك في الحكومة، والجميع مثلا جميع القادة السياسيين هم أنفسهم اعترفوا على وسائل الإعلام قالوا أخطأنا، وقسم منهم اعتذر أمام الشعب، وهذه مسألة إيجابية. طيب. هذه الإيجابية تحتاج إلى تنفيذ، أنه كيف من الممكن أن أنفذ هذه الإيجابية، أن أبقى أصر على التوافقية، أصر على الخطأ، أم أن أتقدم خطوة للأمام بتقديم مشروع يفترض أن يكون ببداية لحل هذه الأزمة، بداية لتفكيك الأزمة.
بداية لمعالجة مجموعة من الإشكاليات. هسه أنت تتحدث، ما أريد أقول الإخوان استلموا الحكم واستلموا في فترات طويلة وبالتالي لم تنجح هذه التجربة، حتى لا يقولون اعطينا فرصة أخرى بدون إعطاء فرصة أخرى. وللأمانة أنا أقول إذا لم ينجح هذا الخيار، أن الخيار الذهاب هسه ما ناجح، مثلا المشروع التغييري أو إنقاذ وطن لم يستطع الوصول إلى الأرقام الدستورية، بالتالي الخيار يرجع للجمهور. واليوم في دعوات امتداد، مثلا اليوم أصدرت بيان تطالب به بتشكيل الكتلة الأكبر على أساس الوطني وعلى أساس إرضاء الجمهور، حتى وإن لم تتحقق. أيضا هنالك دعوات لحل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات. أنا أعتقد أن هذه الدعوات هي قد تكون يعني في ليست في مصلحة العراق، خصوصا في الوضع الحالي، في الوضع الاقتصادي، في هذه الإشكاليات الموجودة. لكن بالنتيجة الأحزاب السياسية الشيعية اليوم مع فترة ربع قرن، يعني إذا حسبنا السنة 20 راح نوصل إلى ربع قرن، مع ربع قرن من عدم النجاح، وإحنا لحد الآن نقول إحنا تجربة فتية، يعني إذا ربع قرن فتية شو وقت نصير على الأقل شابة مو فتية نترفع درجة. اليوم في أزمة حقيقية، في مشكلة تحتاج إلى أن نتوقف عندها بشكل واضح، وأن نترك الإصرار على الامتيازات الحزبية، وأن نترك الحديث عن المكون وحصة المكون وخاف لا يأخذوها من عندنا. وها جبناها، يمكن الدكتور هو أكثر الناس اللي نظروا إلى هذه المسألة، جبناها من 2004 من وقت ياد علاوي، إذا جاء ياد علاوي وراح يرجع البعثية وراح المدري شنو هاي. واليوم الناس قامت تترحم على البعثية بسبب الأخطاء الكبيرة والغير مقبولة التي حدثت. طيب. والتي أدت إلى تراجع كبير في مناطق الوسط والجنوب، وهذا ما تحدث به السيد النائب أستاذ أحمد. طيب دكتور نديم، اليوم الإطار التنسيقي على الإطار الشيعي وفق المعطيات السياسية المتوفرة والظروف السياسية أيضا يقدر أنه يتمكن من تحقيق كتلة أكبر مع بقية الشركاء السياسيين، يقدر يجمع بقية الكتلة أو القوى الشيعية ويجذب التيار الصدري إلى من أجل تشكيل كتلة أكبر ويعود الإطار التنسيقي الشيعي بكامل القوى اللي أسسته والمضي بالعملية السياسية، لو ما راح يقدر يتجاوز مهلة الأربعين يوم اللي منحها سيد الصدر، وما راح يقدر يشكل حكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا يعني إحنا دا نبحث عن قضية عقيمة، يعني هو إذا تشكلت الكتلة الشيعية موحدة أو لم تتشكل، ما أثرها على الدولة وعلى المجتمع؟ يعني هسه الحديث عن أنه الكتلة الأكبر إذا صارت شيعية كأنما تنفتح أبواب السماء أمام المواطن. ما إحنا كنا كتلة شيعية، وأنا كنت واحد من قياداتها 2005 و2006 و2010 كنا كتلة شيعية موحدة، لكن النتيجة صفر أو الأدنى من الصفر، لدرجة أنه بدل شارع الشيعي الجنوب والفرات الأوسط ووسط العراق بدأ ناقم جدا على القوى الشيعية. فهي هاي الفرضية الحقيقة يعني أنا استغرب من أشوف لحد الآن نبحث فيها، المفروض نغادرها. يعني ثبتت فشلها في الواقع الميداني وبشكل ملموس لا يختلف عليه اثنان، يعني اللي صيحان إلا وحدة الصف الشيعي وذاك ما أدري إيش، يعني ما النتيجة؟ إذا سار الإطار لوحده، أنا أقول لك لا الإطار لوحده يستطيع أن ينجح ولا التيار لوحده يستطيع أن ينجح ولا الاثنين يستطيعون أن ينجحوا. طيب شنو المخرج من هذه الأزمة إذا لا قوى الإطار تقدر بوحدها تشكل كتلة أكبر ولا التيار الصدري يقدر؟ أنا أقول لك مشغولين بأطروحات ليس لها علاقة بالإصلاح، مشغولين بصراع بين تنظيمين أو مجموعتين شيعيتين. ولا أجد أنا أن هنالك مشروعين، وإنما هما مشروع واحد، لا يزال نفس المشروع، أكو محاصصة بين المكونات. يعني إذا استلم الإطار أو استلم التيار وراح يسوي محاصصة ما بين المكونات أولا. الإطار يريد يحافظ على نفس النموذج اللي فشل واللي ثبت فشل، يريد يحافظ عليه، لازم الكتلة الأكبر تطلع منه. والتيار يريد إعادة صياغة هذا المشروع،
مو يتجاوزها، يريد إعادة صياغته. يعني بدل ما تكون الحصة الشيعية موزعة على مجموعة أحزاب تكون محصورة بالتيار. مو هذا القصة الإطار يعتبره مصادرة أيضا لحقوقه وحقوق قواه وجمهوره. لا لا، هذا الكلام غير سليم. أولا لا يوجد بالدستور نص أنه الكتلة الأكبر لابد أن تكون شيعية. نعم. يعني من حق التيار الصدري أن يذهب إلى الفضاء الوطني ويشكل كتلة أكبر، هذا لا غبار عليه من الناحية الدستورية. لكن تعرف أكو حرب يعني دعائية بين الطرفين، يريدون يعني يأثرون على التيار الصدري بهذا الصدر. بس لكن من الناحية الدستورية من حق أي كتلة أن تشكل كتلة أكبر مع كيانات أخرى، مو بالضرورة أن تكون شيعية. يعني هذا النص الدستوري، النص الدستوري يتحدث عن الكتلة الأكثر عددا، ما قال الكتلة الشيعية، ما قال هي انعكاس المكونات. يعني فهذا ليس عيبا. العيب وين؟ يعني أكو سوء تقدير للموقف من الطرفين. يعني لا الإطار يقبل بالقاعدة الديمقراطية ويدخل قبة البرلمان ويخسر بالتصويت ويتقبل النتيجة ويذهب للمعارضة، ولا التيار مقدر عواقب المضي بهذا الطريق بدون الإطار، اللي هو آن تقدير الشخصي قد يختل الأمن والنظام إذا سار الإطار التيار الصدري بمفرده. وهذا يعني هاي نتيجة باهظة الثمن، الأمن والنظام يتقدم على سواه. ولذلك هي مو قصة أنه أنا أغلبية وأكثرية، أكو سياسة فيها أمر واقع، سياسة تتطلب سياسة واقعية ومراعاة الواقع. يعني أنت رحت ويجي واضطرب الأمن والنظام، شو وين راح تنجحون؟ فحقيقة هو موقف الطرفين غير مقنع، وأصل الخلاف أنا قد يمكن أختلف مع الأخوة، أنا أرى فيه شيئين. أرى يعني عقدة الخلاف هي الشخصنة، الشخصنة واحدة من أهم معوقات تقصد التوافق. تقصد السيد الصدر والسيد المالكي؟ السيد يجوز أكثر، يعني ما ندري بعد يجوز شنو الشخصيات، يعني مجاميع اشتغلت مع بعضها، وهذا يحب هذا وذاك ما يحب هذا، هذا وارد. اثنين، أكو خشية من الطرفين من المعادلة الصفرية للصراع. يعني الإطار يخشى أنه التيار إذا مضى بهذا ربما يفتح ملفات وربما يحاسب وربما والتيار أيضا نفس الشيء، هم نفس الهاجس عنده، هم عنده نفس الهاجس، إذا مضى الإطار ربما راح أيضا يستهدف التيار. فهذه العقد الحقيقة اللي هي ما تتوفر نوع من الاطمئنان لدى الطرفين، ربما هي هذه اللي تحول دون اجتماعهم. وإلا إذا تريدون تبحثون عن كتلة شيعية أكبر، هم أكو يعني حلول واقعية، هم أكو حلول واقعية. يعني ممكن أن يأتي مجموعة من الإطار مع التيار ويشكلون كتلة أكبر، وما تبقى يستلم المواقع الرقابية كافة، يعني حتى يلعب دور معارضة المفروض تكون من حصته اللي ما يدخل بهاي الكتلة، يستلم مثل هيئة النزاهة، لجان النزاهة، حتى يمارس دوره، لأنه هم حقهم، لأنهم إذا باللجان البرلمانية تم إقصائهم هسه حاليا، من الرئاسة تم إقصائهم. فأنت يعني هاي اللي أقول لك إياها، المعادلة الصفرية في الصراع، تخلي الطرف الآخر يقاتلك حتى الموت. فإذا أنت لازم تخلي له شيء، يعني أخذ جزء من الإطار لا بأس، بس الجزء الآخر جزء أيضا أمر واقع، هذا هم موجود في البرلمان بغض النظر عن الانتخابات صحتها وعدم صحتها، لكن هذا أمر واقع. فتنطي كل المؤسسات الرقابية حتى يقوم بدوره إلى اللي يبقى بصف المعارضة. طيب دعنا مع مشاهدين الكرام نذهب لنتابع سوية تقرير الزميل ظافر علي. الإطار الشيعي تجمع برلماني تنضوي تحت خيمته كتل شيعية سياسية عراقية. اتفق المجتمعون من الكتل السياسية الشيعية على أن يجعل الإطار يسعى إلى توحيد الرأى ومواقفها في البرلمان. يسعى الإطار الشيعي إلى تحقيق أهدافه التي ترمي إلى تحقيق مطالب الشعب والتوجه نحو حكومة توافقية تحفظ حق المكون الأكبر
وهو المكون الشيعي. فمنذ نتائج الانتخابات الأخيرة والإطار يكثف جهده من أجل التفاهمات بين الكتل المتنازعة للوصول إلى صورة حل والدخول إلى البرلمان بكلمة موحدة. ومؤخرا بعدما اتجه الإطار الشيعي إلى إيقاف جلسات البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية الرافض له، انضم إلى الإطار نواب مستقلين ليفوز الإطار بتعطيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية. فاجتمع الإطار الشيعي إلى الآن أكثر من 100 مرة وأظهر تماسكه بشكل كبير وأفرز العديد من القرارات السياسية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، مرة ثانية رحب بضيفنا الكرام. أهلا بك مرة أخرى سيادة النائب. نعود إلى الإطار التنسيقي، الإطار الشيعي، من تأسيسه حتى هذه اللحظة مر بالكثير من التحديات، لكن تتوقع أنه تتمكنون من تجاوز التحديات الأخيرة وخصوصا مهلة الأربعين يوم اللي منحها سيد الصدر لقوى الإطار حتى تشكل حكومة أو كتلة أكبر؟ وأكتم اعتراضات بأنه أيضا هذه مهلة الأربعين يوم هي غير دستورية أو غير قانونية. أنا بس شوية تعقيب على أخي العزيز. تفضل. سيد مناط، أنا متحدثت على التقصير اللي حصل بالمحافظات الجنوبية. جوابي للسيد العزيز أنه الحكومات، أغلب الحكومات اللي تشكلت، يعني أتحدث عن رئيس الوزراء، مجاملة الإقليم مثلا بإرسال الأموال إلى الإقليم وترك محافظة البصرة التي لديها حق على الحكومة المركزية بقضية البترو دولار، مش قد تطلب اليوم البصرة؟ ليش ما يعوضونها؟ ليش ما يعطونها أموالها؟ هذا بيا خانة نخليه يعني اليوم. لذلك لما أقول أكو مجاملة، أكو بطاح من قبل السياسيين للسياسيين اللي مثلا يمثلون إقليم كردستان أو يمثلون المكونات الأخرى، هذا الشيء موجود، وهذا كان سبب في تقصير لهذه المحافظات وعدم إعطائها الأولوية. انشغال أغلب الحكومات بالوضع الأمني مثلا في عام 2007 و8 و9 و10 و14 انطى مجال للفاسدين في هذه المحافظات أنه عدم رقابتهم واستفردوا بالوضع في هذه الحكومات المحلية وسرقوا الأموال، يعني ماكو رقابة حقيقية كانت. هاي كلها يمكن من ضمن التحديات اللي فهذا أنا أقول أنه صار إهمال حالية لهذه المحافظات من قبل السياسيين اللي وجدوا بالعملية السياسية. مهمة الإطار التنسيقي، لو نرجع للإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي قوة سياسية موجودة على أرض الواقع ولها جمهور ولها أتباع ولها مريدين، وهي مشاركة في العمل السياسي تسعى بكل جهدها أن تكون هنالك رؤية موحدة للمكون الذي يمثل أكبر المكونات في البلد، وتسعى أن تدخل لقبة البرلمان متوحدة بترشيح شخصية تمثل هذا المكون، يتم اختيارها من قبل أغلب المكونات في الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية. هذا لا يعني أنه الكتلة الصدرية ليس لها الحق في ترشيح مثلا رئيس الوزراء، كتلة فائزة بالانتخابات ولديها تأثير بالعمل السياسي ولها حقوق وعليها واجبات أيضا، ليس من حق الكتلة الصدرية إقصاء جزء من هذا المكون بعدم القبول أن تشاركه أو تتفق معه في المرحلة المقبلة. هذا اللي إحنا نتحدث عنه، العمل منفردا في الدخول بتحالف. هسه اذا نتحدث عن التحالف وعن المشتركات التي تجمع مثلا التيار الصدري بالديمقراطي وتحالف السياده، فهمنا ماكو تقارب بين السلوك السياسي، العقيده السياسيه اللي يتمتع بها هذا التحالف. يعني احنا لما نتحدث عن خطوره ممكن ان تحصل بالمستقبل على استحقاق المكون، فأكيدا أكو عندنا هواجس تشير إلى هذا الأمر. لا نقول أن التيار الصدري لا يمثل الشيعة، التيار الصدري هو جزء أساسي من هذا المكون، لكن لا يمثل جميع المكون. هنالك قوة سياسية مشاركة في العمل السياسي وأفرزتها الانتخابات. الأولى بالأخوة في التيار الصدري بأنهم يمثلون اليوم الكتلة الأكبر في الانتخابات، كتلة فائزة بالانتخابات، الأولى هم أن يكونوا المبادرين في لملمة الوضع واستيعاب كل القوى السياسية من أجل رسم خارطة الطريق لهذا العمل السياسي. طيب. خلال صدري أعطوكم زمام المبادرة لكم من حكم 40 يوم حتى براحتكم تشكلون حكومة أو كتلة أكبر، ليش ماكو أي مفاوضات حتى الآن؟ يعني إحنا ما طالبين من الأخوة في التيار الصدري أنه
يتنحون جانبا حتى احنا نجي نشكل كتلة اكبر. وهم ما قدروا يتمكنون من تشكيل حكومة. هو اللي عنده مثلا 75 مقعد وكتلة موحدة لديها تحالف مع باقي القوى يصل تعدادهم تقريبا الى 180 مقعد. نعم. ما استطاع ان يتجاوز هذه العقبة. يستطيع مثلا الاطار التنسيقي الثلث الضامن اللي عنده 126 مقعد بتجاوز هذا الامر؟ التيار الصدري لديه اتفاقات مع الاخوة في المكونات الاخرى او الاحزاب الاخرى، وهؤلاء ملتزمين مع ما قدر. ومتوقع ايضا الاطار ايضا ما راح يقدر. انتقل بالسؤال اليك يا سيد عادل، الاطار الشيعي راح يقدر يستثمر هذه الفرصة الى 40 يوم يتوافق مع بقية كتل سياسية من اجل تشكيل كتلة اكبر بمقابل تمسك التيار الصدري بموقفه ورفضه لمشاركتكم بكتلة اكبر؟ هو اولا خلينا بالأربعين يوم، الأربعين يوم هي رأي السيد، يعني رأي التيار، مجرد رأي، لا هي قضية قانونية ولا هي قضية دستورية. بعدين هي غير ملزمة للإطار التنسيقي أن يعني يعتصم بالأربعين يوم، وإذا صار 41 وما وصل إلى نتيجة بمعنى أنه تبدل الورقة إلى اللاعب الآخر، لا، هذا المنطق غير مقبول. ولكن أنا أعتقد هي ورقة سياسية لعبت من قبل التيار بذكاء على أنه أراد أن يلقي الكرة في ملعب خصوم السياسيين اللي هم الإطار التنسيقي، وهو عارف ومتيقن على أنه كما تفضل الأستاذ نديم كل العقلاء، كل المشرفين، كل المتابعين، كل السياسيين، وهذا طبعا هذا الإطلاق لا يجوز إلا لله ولكن يصح في هذا المقام، كل موجود كل يدركون على أنه بعد ما تبين الموقفين الحقيقيين سميها معارضة، سميها ثلث ضامن، سميها ثلث معطل، على أنه هاي المجموعة قادرة على أن تكسر نصاب الجلسة اللي أقرت المحكمة الاتحادية بال 220، لا التحالف الثلاثي قادر على أن يمضي دون أن يتوافق مع مجموعة الإطاري والاتحادي ومجموعة عزم ومن لحقهم، ولا الإطار بمجموعته قادر على أن إذن هي المبادرة عقيمة. لابد من الحوار. طيب. لابد من الجلوس إلى طاولة حوار تفضي، وإلا فرض الإرادات. طيب. ولي الأذرع غير ممكن التحقق. واضح. في علم دكتور مناف، مبادرة الأربعين يوم من السيد الصدر هل تقرأ هي كمرونة من السيد مع الأطراف الأخرى لتشكيل حكومة وإعطائهم فرصة، أم هو فخ سياسي وألقاء كرة كما ذكر سيد عادل بملعب القوى الأخرى لإحراجهم؟ سوى في البداية أستاذ شوان، يعني السيد الصدر قدم مشروعه بخيارين، بخيار واحد. نعم. أنه خيار أن يشكل هو الحكومة وينفذ مشروعه اللي يتقدم به طبعا. نعم. واللي يرتكز على ركيزتين أساسيتين، برنامج تحالفي وبرنامج حكومي، ويبدو أنه لم يتمكن من تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع. نعم، يعني عندما لم ينجح في إكمال النصاب واختيار رئيس الجمهورية، شعر السيد بأنه لم ينجح بالنتيجة، وأمام نفسه، أمام جمهوره، وأمام الجمهور الآخر. نعم. قدم هذا، يعني صح هو غير ملزم وليس قانوني ولا دستوري، لا، هو قدم اليوم أنا لم أنجح في هذا، أنا مستعد أن أذهب إلى المعارضة، ويا أخوان أنتم يعني تفاوضوا أو تحركوا على القوى السياسية، وإذا استطعتم تشكيل حكومة أنا أذهب إلى المعارضة. المهم أن عدم تواجدي في الحكومة يعني إلغاء مسألة توافقية، بمعنى أن الحكومة القادمة لن تكون حكومة توافقية، وبالتالي أن المشروع سوف يمضي بخطوة إلى الأمام. هسه بعد ينجحون الإخوان، ما ينجحون يبقون على نفس أسلوبهم، ما لنا علاقة، احنا نريد نمشي هذا الموضوع. طيب. أنا أذهب إلى المعارضة وأنا أقتنع بالمعارضة وأرى أن دوري مهم في هذا المعارضة. لذلك لكن حتى لا يكون المسألة لا تكون مفتوحة، لأن المشكلة أن الإخوان في الكتل السياسية على ما يبدو غير مهتمة لمسألة الوقت، لذلك حدد السيد الموضوع بالأربعين يوم، إذا استطعتم خلال هذه الفترة خير على خير، ما استطعت أعود أنا مرة ثانية. وأيضا متوقع أنه ما يتمكن مع قوة التحالف الثلاثي من تشكيل حكومة أو كتلة أكبر، هذا الواقع يمكن اللي ذكره الدكتور نديم. أستاذ نشوان،
السيد الصدر والتيار الصدري لحد هذه اللحظة لم يقول أنه لا يريد أن لا يتفق مع الإطار. كان دائما يقول أن أبوابنا مفتوحة بهذه العبارة أمام الكتل السياسية. يمكن السيد المالكي ما يريده، الشيخ قيس الفزعلي ما يريده، بس لا سمعت لي. بالنتيجة لازم يحط حدود. هو اليوم كتلة فائزة وكبيرة للكثير من المقاعد، واليوم أيضا لديه تحالف طولي كبير. بالنتيجة أنت هو ما تجي عليه بشروطك، أنت تأتي معي بما معنى أنه أنا ما ساد الأبواب عليكم حتى لا يكون أمام الأخوان يسمعون. يا طيب. عمي أنا ما أريد أفلش البيت الشيعي، أنا جاي أقول تعالوا يا أخوان خلي نسوي قوة شيعية، بس لا تجون كلكم. هذا شرطي، لأن مجيئكم طيب. كاملة معناه أنه راح تتخلخل، يتخلخل مشروع، تتخلخل فكرة بكل واضح. نرجع عن هذه النقطة التي وصفت، نرجع على نقطة بعد قليل. لكن دكتور نديم، قراءتك للسيناريو القادم ما بعد انقضاء مهلة الأربعين يوم اللي منحها السيد الصدر، ممكن أن فعلا تحل، يحل مجلس النواب وتعاد انتخاب أخرى؟ لا لا لا، قضية حل مجلس النواب هذا يعني خيار مستبعد. يعني مستبعد كليا. شنو الحل السيناريو المتوقع؟ غير وارد بالمرة. تفضل. قصة يعني الأربعين يوم أنا أعتقد هي مطاولة، يعني مو أكثر من مطاولة. يعني أعتقد السيد الصدر متأكد أنه الإطار لا يتمكن من تشكيل حكومة، لأنه أصلاً أكو تحالف ثلاثي قائم. هذا التحالف ما نحل حتى يجي يتفاوض ويا الإطار. فهذه الأربعين يوم مجرد أيام ستنقضي ونعود إلى نفس المشهد السابق، يعني ما راح يتغير أي شيء من المشهد بعد الأربعين يوم. طيب. بل أصلاً أنا أعتقد ما كان لها لزوم أصلاً، لأنه يعني مو واقعية. إيش راح تسوي الأربعين يوم؟ يعني إطار مع منو يتفاهم، مع منو يتفاوض؟ هذا ما ممكن أن يحصل. هذا تبقى الحلول المقترحة، يعني قضية الدمج ما بين الإطار والتيار هذا أيضا غير ممكن لسبب بسيط، يمكن ما أعرف منتبهين عليه ولا لا. إذا أجى الإطار مع التيار راح تصير الأغلبية للإطار، معناه راح يفقد التيار الصدري صفته بصفته الكتلة الأكبر، لأن عدد الإطار هو أكبر من عدد التيار الصدري. لذلك التيار الصدري لا يمكن أن يقبل بالدمج بين الإطار وبين التيار. أقصى ما يقبل به هو أن يأخذ جزء من الإطار ويضمهم إلى التشكيلة الحكومية. وأعتقد هو يعني قدم مثل هذه المبادرات، وأعتقد قدم مبادرات سخية. اقترحوا 40 سخية، قدم مبادرات سخية بحدود 40 نحو كذا. هو يريد يبطل هذه الحجة اللي أنت تتوظف ضده، يريد يبطل هذه الحجة أنه أنتوا راح تكونون أقلية شيعية في تحالف حاكم ومن هذا الكلام. هذا محورنا الثالث بالحصاد، نعود له بعد أن نتابع هذا التقرير. وبعد أن وجدت مشاهدينا وجد مدى الحرمان الذي يعانيه المكون الشيعي في العراق، فأن القوى الشيعية بادرت إلى تشكيل الإطار الشيعي ليمثل المظلة التي تطرح تحت قبتها المطالب الشعبية للجماهير، وليتبنى الإطار مسؤولية تحقيق طموحات المواطن. فنتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. في الثالث من آذار لعام 2021 وبعدما رأت القوى الشيعية داخل المنظومة السياسية حجم الحرمان للمكون الشيعي في العراق من أغلب حقوقه، انطلقت مبادرة تشكيل الإطار الشيعي الذي يضم قادة هذه الكتل التي تمثل المكون الأكبر من أجل المطالبة بحقوقه. فتأسس الإطار الشيعي كخطوة نحو المطالبة بحقوق أبناء هذا المكون وتمثيلهم داخل البرلمان. واقعا تأسيس الإطار التنسيقي في بدايته كانت قبل التظاهرات التي ما تسمى تظاهرات تشرين، وكان الهدف منه إيجاد استراتيجية موحدة قوية تخدم التوجه السياسي للمكون الشيعي وللبلد. وبعدها كانت للإطار التنسيقي الشيعي تحركات كثيرة من أجل إصلاح المنظومة السياسية وإعطاء كل ذي حق حقه،
وبرز دوره في الانتخابات التشريعية الأخيرة المبكرة التي جرت في 10 من تشرين الأول، معترضا على نتائج الانتخابات التي يراها لا تخلو من التزوير. ومن هنا بدأت مسيرة الإطار الشيعي بنواياه التي تتمثل بإصلاح المنظومة السياسية. استمر الإطار التنسيقي بهذه المهمة، وهو الوقوف إلى جانب العملية السياسية ومن أجل تصحيح مسار الأخطاء السابقة والوقوف مع الحكومة يعني تجاوز المهمات والصعاب التحديات الكبرى التي تواجه. ونلاحظ أن أغلب قادة الإطار التنسيقي هم قادة محنكون، قادة سابقون. وفي سياق الإصلاح الذي تبناه الإطار، أخذ على عاتقه تشكيل الحكومة المقبلة كونه يمثل الكتلة الأكبر بحسب أعداد المقاعد البرلمانية. فوسط احتدام سياسي، كان يعلن الإطار الشيعي بين الحين والآخر عن مبادرات واجتماعات لتسهيل تشكيل الحكومة بعيدا عن النزاعات القائمة آنذاك. فالإطار بين التحديات والوصول إلى الهدف المنشود الذي تأسس من أجله، وهو إصلاح المنظومة السياسية، لا زالت مبادراته تطلق بين الحين والآخر رغم توجه سهام التشتت إلى جسده. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ونرحب مرة ثانية بضيوفنا الكرام في الحصاد. أهلا بك سيادتنا مرة أخرى. وهناك اليوم والأيام الماضية كان هناك مراهنات كبيرة على انقسام قوى الإطار الشيعي، ممكن أن يصمد الإطار كما صمد بالأيام الماضية أم سينقسم بسبب تقديم تنازلات من أجل حل هذه الأزمة السياسية؟ لا، يعني الوقت اللي صار تقريبا 6 أشهر، لا 7 أشهر، أثبت أنه الإطار التنسيقي غير قابل على الانشطار أو الانقسام بسبب التحديات والظروف الموجودة في العملية السياسية. لذلك المراهنة على انقسام الإطار التنسيقي أو تشتت الإطار التنسيقي أنا أشوفها مضيعة للوقت. لكن الالتزام بالمواقف من قبل الطرفين، يعني في التيار الصدري والإطار التنسيقي أيضا، لم تكن حقيقة هي مقبولة من قبل الشارع العراقي. الشارع العراقي يريد حل هذه الأزمة، الجمهور بالخصوص جمهور الإطار والتيار الصدري ينتظر من الطرفين أن تكون هنالك مبادرة حقيقية للم هذا الشتات والاتفاق على خارطة الطريق تنقذ البلد من ما يحدث اليوم من انغلاق سياسي كبير. أنا أتفق تماما مع الدكتور عندما تحدث أنه التيار الصدري يرفض دخول الإطار التنسيقي كاملا إلى التيار أو التحالف بسبب أنه عدد الإطار التنسيقي سيكون موازي أو أكثر بقليل من التيار الصدري، لذلك سوف يفقد التيار الصدري قوته باعتباره الكتلة الفائزة. وطرح السيد مقتدى الصدر على دخول 40 أو 50 مقعد من الإطار التنسيقي إلى التيار الصدري هو دليل على أنه السيد مقتدى الصدر أو الكتلة الصدرية رؤيته مو رؤية أغلبية حقيقية كما يطرح من شعار توافقية، لكن يحاول التيار الصدري الحصول على رئاسة الوزراء وأغلب الاستحقاق الشيعي الموجود وإعطاء مثلا 3 وزارات أو وزارتين إلى من ينضم إلى التيار الصدري في هذه أو 4 وزارات، ما أعرف يعني، المهم طيب. الاختلاف مو هواي هذا الطرح اللي جاي يطرح من التيار الصدري. الحقيقة أنه لا توجد هنالك طريقة تختلف عن الطرق السابقة، هو وجود الاستحواذ على أغلب استحقاقات المكون من حزب معين حتى يمارس العمل بالمرحلة المقبلة، يشعر نفسه أنه هو يعني من حقه أنه اليوم التيار الصدري أن يكون باحث عن الوصول إلى السلطة بهذه الطريقة، ولكن هنالك معطيات وهنالك واقع على التيار الصدري أن ينتبه ويلتفت إليها أنه الإطار التنسيقي بهذه القوة. هناك معطيات وواقع هي أمام الإطار لا يستطيع تجاوزها. سيبقى الإطار الشيعي متمسك بمشروع التوافقية؟ والله استاذ بشار، انت اليوم دخلتنا في دوامة عنوانها الإطار التنسيقي
وما خليت المجال مفتوح أكبر حتى يصير النقاش أكثر موضوعية. لأن هي يعني المشكلة الآن تصور في الإعلام الإطار التنسيقي والخلاف بين الإطاري والتيار الرئاسي عمي مو هالشكل. وإن كانت هذه واحدة من المفردات القوى السنية الآن القادمة أو الذاهبة إلى تشظي حقيقي واقعي وصراع إرادات واضح. هذا شريك عند التيار وشريك مع من؟ مع الإطار. مجموعة عزم شريك مع الإطار. الصراع الكردي وثبات الاتحاد الوطني بإصراره على تولي رئاسة الجمهورية بدلا من الديمقراطية الكردستاني. طيب. هذا أيضا واحدة من المفردات اللي ولهذا أقول بصراحة اليوم هو الصراع صراع مكونات سياسية لا ينحصر على البيت الشيعي. واضح. إنما بعد دقيقة واضح كلامك ووصلت فكرتك. لكن دكتور منافة قصة الأربعين يوم رجعت الكرة إلى ملعب السيد الصدر، شنو السيناريو اللي تتوقع باختصار إذا تسمح؟ يعني اليوم هو أنا أتوقع هنالك أكثر من سيناريو. السيناريو الأول أن التحالف إنقاذ وطن والذي وصل في الجلسة الأولى إلى 202 مقعد من الممكن اليوم أن يتحاور، وأنا أعتقد أن المستقلين اليوم بدأوا يتحركون بهذا الشكل، لأن باعتقادي جمهورهم بدأ يضغط عليهم باعتبارهم أصبحوا جزء من الأزمة اليوم، بدل أن يكونوا بيضة للقبان اليوم هم أصبحوا جزء من الأزمة. عدم دخولهم وعدم مشاركتهم هسه مو في الاختيار، لكن دخولهم إلى الجلسة يعني عدم إكمال النصاب هو جزء منه، فبالتالي من الممكن أن يكمل النصاب بعد العيد من خلال الحوارات مع المستقلين. هذه واحدة. النقطة الثانية وهي أيضا يعني واضحة على ما يبدو، أنه إذا لم يستطع الجميع يعني إذا بقت الأزمة بنفس الشكل يعني لم يستطع إكمال النصاب، فبالتالي الخيار الثاني هو عملية حل البرلمان. واليوم أعتقد أن استبعدت هذا الخيار. يمكن من استبعده دكتور نديم وأيضا التأييد لا واضح، لكن في حال إذا كانت هناك حلول، إذا ما توصل حلول بعد يعني شنو اللي يكون؟ لابد أن أعود إلى السيناريو الثالث. السيناريو الثالث وأيضا اليوم هنالك حركات، أعتقد كان يفترض اليوم أنه في تظاهرة في بغداد وبقية المحافظات، يعني أنا سمعت بهذا الموضوع، هو عودة الشارع من جديد. طيب. وأعتقد اليوم العودة خصوصا مع الأيام القادمة اللي راح تكون أشد حرارة والوضع ربما أيضا هنالك. طيب. مجموعة من الأزمات الاقتصادية اليوم في عندنا أزمة بنزين مسكوت عنها حقيقية وهذه ممكن أن تكون واضح. فاعلة لعملية عودة الشارع. لكن استمرار هذه الخلافات دكتور نديم ممكن أن تفرز حكومة أضعف من سابقاتها؟ بلا شك الحكومة القادمة ستكون أضعف من سابقاتها، ولذلك على القوتين الشيعيتين يعني اتباع خطوات على الإطار التنسيقي، مغادرة خطابه القديم وتجديد خطابه، وعلى التيار الصدري أن يتبع سياسة واقعية ويعتمد على قاعدة الكفاءات كبديل عن قاعدة الولاءات إذا ما قدر له أن يقوم بقيادة الحكومة القادمة. المشهد كله ضبابي، لا يعطينا بارقة أمل أن هنالك ستكون حكومة إنجاز، ستكون حكومة على غرار الحكومات السابقة. كل ما هنالك أخذوا الأحزاب أخذت محطة استراحة عندما رشحوا السيد عادل عبد المهدي والسيد الكاظمي، الآن راح يعاودون الاستحواذ على رئاسة الحكومة ويتكرر نفس المشهد السابق، وهذه الصراعات والفلسفات اللي دا تطرح لن يكون لها مكان في المشهد القادم. الشكر جزيل لكم النائب السابق الدكتور نديم الجابري، كنت ضيفا كريما علينا. شكرا لك. وشكر لكم النائب عن تحالف الفتح السيد أحمد الموسوي، كنت ضيفا كريما سيادة النائب. الشكر لكم السيد عادل المنع عضو ائتلاف دولة القانون، شكرا لك يا سيد عادل، نعتذر لضيق الوقت أيضا. وشكر لكم الباحث بشأن السياسي الدكتور منافى الموسوي، كنتم ضيوفا كرام علينا. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة الرمضانية، ونلقاكم في حصاد آخر. إلى اللقاء.